يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن عند المحدثين علما هو من أشرف علومهم، وهو علم علل الحديث، فيعرفون ضعف الحديث من متنه قبل سنده، وذلك كأن يخالف هذا الحديث القواعد الشرعية الكبرى أو يخالف النصوص الكبرى. وضرب أمثلة منها ما عند البخاري أنه ذكر أن الله عز وجل يخلق للنار خلقا، فهذا حديث فيه علة لأنه ينافي الحديث الآخر أن هذا الخلق يكون لمن؟ للجنة، ويخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل: إن رحمتي سبقت غضبي. ولأن النصوص الشرعية جاءت بذكر عدل الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، بل هو لا يريد الظلم كما قال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين.